اهلا وسهلا سي مصطفى، رمضان كريم وكل سنه وانت طيب. وانت طيب يا عم حسين. انت مش ناوي تصوم رمضان السنه دي ولا ايه؟ رمضان بس ده انا هصوم على طول. حسابك كام؟ 90 قرش. يا سلام، يعني افك لك جنيه علشان 90 قرش؟ لا لا لا، اللي ريحك. تحب تخليه معاك لغايه ما يبقى الحساب جنيه؟ لا، فقر بلادين هو الغنى الكامل. تشكر. وادي 10 ساعه ايه يا عم؟ قالوا لي يا درش، انت مش هتشتري يا مش رمضان؟ يا مش رمضان ده انا كل اللي هحتكم عليه النص ريال ده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وانت واقفة لوحدك زعلانة ليه؟ اصل الفانوس بتاعي مسكتي وقديم. طيب ابوك ما اشتري لكيش فانوس جديد ليه؟ اصل ابويا ميت امي معاياش فوق. لا حول الله، انا حبيبتي هشتري لك فانوس. يعجبك ده؟ ايوه. خدي العبي بيه. كنت تابع العب بيه. ميرسي. حسابك كام يا عم حسين؟ 10 ساغ يا درش. اتفضل. شكر. عشقنا عليك يا رب. استغفر الله، اصل انا بشتغل في محل قماشات ولساني واخد على الكلام الفارغ ده. اطلع من تحت السرير، اطلع. ساطلع. قول لي بقى، تحب اعمل لك قهوه؟ لا. شاي؟ لا. اجيب لك كرسي معسل؟ اخرس. يو يا سيدي حلمك شويه، هو انت تقرب للمدير؟ وبعدين معاك انت هتهزر وياي؟ وفيها ايه يا اخي؟ ما تخليك فرايحي. اقول لك نكته؟ لا لا بلاش، ما تزعلش، بس اعمل معروف ريحني وقول لحضرتك جنسك ايه وبتشتغل ايه. قلت لك عفريت، ما تعرفش يعني ايه عفريت؟ عارف يا فندم، عين في ريت. انا حارس الفانوس اللي قدامك ده. حارس على ده؟ يا اخي جاتك البلد، عامل لي حارس على حتة فانوس مش سطلي؟
انت ما تعرفش قيمه الفانوس ده يبقى الفانوس السحري، فانوس السعاده يا مصطفى. ما هو باين اهو، ده يا ابني من كتر السعاده صدى. كنت محبوس في الفانوس بامر سليمان الحكيم، تعرفه؟ تسمع عليه؟ لا، انا اسمع على توفيق الحكيم بس. سليمان الحكيم، سليمان ابن داود، سليمان عليه السلام. قصدك سيدنا سليمان عليه السلام؟ وانت محبوس في الفانوس ده من ايام سيدنا سليمان عليه السلام. ومين اللي حابسك؟ سيدنا سليمان عليه السلام. وكان حبسك ليه اسم الله؟ سرقت حاجة؟ عصيت امر من اوامره، حكم عليا بالسجن جوه الفانوس، مخرجش منه الا لما حد يدعكه زي ما عملت انت يا مصطفى. ما انا عارف باخت المقندل، كان لازم يعني ادعك الفانوس عشان تشرفني حضرتك. حظك بوم قوي، ده لو ما كانش بومب كان يجرالي ده كله. انا اصلي نادر نادر، الشخص اللي طلعني من الفانوس لازم اكافئه. الله يكافئك يا شيخ. انت ليك عندي 7 طلبات، اطلبهم انفذهم لك حالا. عايز ايه؟ عايزك تسيبني وتروح لحالك. مستحيل، انت رديت لحريتي بعد ما كنت محبوس من ايام سيدنا سليمان. على فكرة انا عايز اقابل سيدنا سليمان عليه السلام، عايز اقدم له الطاعة واطلب منه العفو والسماح. هو موجود فين؟ على كل حال مش موجود هنا. امال فين؟ في القدس. اروح للقدس؟ انا يستحيل استنى ثانية واحدة هنا، انا حنام في الشارع على الرصيف. ليه ليه؟ يا كتاب يا غشوش. يام انت جيت لي تاني؟ ايوه انا حنتقم منك. ليه بس؟ ضحكت عليا وقلت لي ان سيدنا سليمان في القدس، رحت القدس ما لقيتوش. بلاش تهجيس بقى، ده انت لو كنت رحت العتبة كنت غبت اكتر من كده، مش القدس. بقولك رحت القدس وجيت. ازاي بس؟ انت عفريت نفاس. انت مستغرب؟ انا اقدر الف العالم كله في 5 دقايق. قول لي حالا سيدنا سليمان فين؟ سيدنا سليمان مات البقية في حياتك، مات من زمان قوي. مات؟ الله الله الله، ده انت عفريت خرع قوي، ما تشد حيلك. امال كلنا؟ لا انا اصلي بقالي الاف السنين جوه الفانوس ومعرفتش ان سيدنا سليمان مات. يا سيدي الموت علينا حق، وكل من عليها فان، واللي ما يموت منين يفوت؟ قول لي بقى طلباتك ايه؟ تاني؟ قلت لك مش عايز حاجة، اتفضل بقى مع السلامة. نو بيزنس از بيزنس. بيزنس؟ أنت بتتكلم إنجليزي؟ ليه عفريت سكوتش؟ أنا بتكلم بجميع لغات العالم. شيء جميل، ده أنت على كده عفريت مثقف قوي. أشكرك. قول لي بقى طلباتك إيه؟ أنت مصمم يعني؟ طبعًا. انت ليك عندي 7 طلبات، 7 اماني احققهم لك. طيب يا عم، انا عايز بدلة جديدة، بدلة شيك. بدلة جديدة؟ مبروك. مبروك على ايه؟ على البدلة. هي فين؟ ما انت لبستها خلاص. يا عم انت بتضحك على ايه؟ ليه؟ ده مش انا بقى، انا شكلي مهزقه كده. مهزقه ليه؟ انت لابس بدله سلطان. سلطان ايه يا عم؟ خليها على الله، دول يلبسوها الجماعه بتوع التمثيل. اغيرها لك. ايه رايك دلوقتي؟ مين المغفل ده؟ انت. انا لابس بدله صيني. وبعدين معاك بقى، انت هتقعد تقلبني على كل لون؟ انا عايز بدله زي بدل الناس، بنطلون وجاكيته وقميص وكرافات. هتقول كده من الصبح؟ يا ابن الجنيه، دي مقاسي بالظبط، مين اللي فصلها لي؟ عفريت يا ماما. عفريت يعني فصلها لي في جهنم؟ ده واد عبقري قوي.
تطلب ايه تاني بقى؟ شبيك لبيك. الله يرحم والديك. بقى كلام في سرك، انا كان معايا نص ريال فاضل من مقيتي، وكنت ناوي اتعشى بيه، لكن راح في الخير، قبضت خاطر طفل يتيم. وازاي عرفت الحكايه دي؟ عفريت. ده انت لازم عفريت من المباحث. وان جيت للحق بقى عفركوش، انا سعيد جدا اللي قدرت اسعد طفل يتيم مسكين زي ده. الحسنة بعشرة أمثالها يا مصطفى. عشر أمثالها؟ يعني عشر نص ريالات؟ يعني جنيه؟ فضل وعدل. إيه تطلب تاني؟ أتعشى. العشاء جاهز، اتفضل. ايه ده كله اتفضل معانا يا اخ. بالهدى والشفا. كتير قوي، اسحب لي 10,000 جنيه من بنك العفاريت بتاعكم. 10,000 جنيه كتير، القناعة كنز لا يفنى. سيبك من الكلام الفاضي ده، طول عمري عايش في الكنز الذي لا يفنى لحد ما عرفت انه فقر لا يفنى. ناولني. اسمع نصيحتي يا مصطفى يا ابني نفوسة. نعم نعم، انت تعرف امي؟ ايوه. خلاص يا عم، مدام بتعرف امي ايدك بقى على المبلغ، لا يمني خلينا اتمتع بالدنيا. هتصرف العشر تلاف جنيه في قد ايه؟ في يومين وشرفك، في 48 ساعة، وبعد كده البركة فيك تناولني غيرهم. طيب اسمع. اسمع ايه؟ قول لي. طيب اقبض. هتقبض بس لازم تسمع. افندم. ان ما قدرتش تضيع العشر تلاف جنيه في يومين، مش هتجيلك بعد كده حاجة ابدا. ده انا اصرف 50,000 100,000، هعوض اللي فاتني كله. اتفقنا، بس من غير ما تشتري ارض ولا بيت. عارف عارف، بس ايدك. اتفضل، الفلوس على السرير. امعر بقى. خلاص مفيش مدبس، مفيش غير كافيار.